يمنع عمل المنظمات ويمنع تلقي الاموال. في حين ان حقيقه القانون غير كده خالص. القانون قايم على محورين، محور يتعلق بالمنظمات بالجمعيات المصريه، وهذه تنشا بمجرد الاختيار، تكتسب الشخصيه المعنويه بمجرد الاختيار. محور اخر يتعلق بالمنظمات الاجنبيه التي ترغب في العمل داخل مصر، هذه يتم بشانها بعض التدقيق والتحري وجمع المعلومات عنها، هل لها انظمه اجنبيه، لها انشطتها ايه، مشروعه غير مشروعه، مصادر تمويلها ايه. فدي من حق اي دوله انها تتحرى عن اي منظمه اجنبيه ترغب في العمل داخل اراضيها. بالنسبه للتمويل، القانون لم يمنع التمويل. القانون اشترط شفافيه، تقول مصدر تمويل ايه واوجه الانفاق ايه. فاللي ما عندوش مشكله، الراجل اللي عنده شفافين، اللي مصدر تمويله مشروع وينفقه في اوجه مشروع، هذا يضيره. لكن اللي يتشكك ويرفض يبقى لازم لا ان له غرض اخر غير مشروع. دافع عجاله تلخيص لفلسفه قانون الجمعيات الاهليه.